السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو التوت البري، ليس شجرة التوت المعروفة الشجرة العادية، وإنما توت بري يمكن زراعته. حينما ينضج هو هكذا يشبه التوت، ويسمى أيضا التوت الشوكي. فيه منافع صحية هامة، في منافع صحية هامة، ولمربي النحل كذلك هو مفيد لأنه غزير الإنتاج في الرحيق. هذا التوت لا ينصح بزراعته في المزرعة، وإنما ينصح فقط بزراعته في أمكنة لعمل مصدات الرياح أو لعمل الأسوار، لأنه مشوك وسريع التكاثر. حينما تضع غصن واحد يتكاثر بسرعة هائلة. هذا هو التوت البري أو التوت المتسلق، هو توت متسلق أحمر لم ينضج بعد، ولكنه أسود هكذا هو قد نضج. وفي عديد من المنافع الصحية هذا هو التوت المتسلق أو التوت البري. انظروا انظروا هناك، هنا هو مشوك، يجب الحذر في التعامل معه. أب هنا، وطعمه حينما ينضج هو طعم جيد، لكن حينما يكون نقص النضج يكون طعم قرص بعض الشيء. هذا هو التوت البري أو التوت المتسلق. أخوتي أخواتي، إلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.